مساء الجمال عليكم جمهور صحة شاشة جمهور جمهور شاشة الصحة والجمال، متأسفة وحشتوني جدا طبعا عشان أنا غايبة عنكم بقالي أسبوع، فغصب عني يعني متلخبطة في الكلام. وحشتوني جدا، وعرفت قد إيه قيمة الشاشة دي وقيمة إن أنا يعني أكون بطلع لكم كل يوم وكل شوية، قد إيه بجد بيوحشني المكان ده، وبيوحشني إن أنا أتكلم معاكم وإن أنا أفيدكم. وأحلى حاجة في الدنيا إن البني آدم يكون قاعد في مكان وبيعمل حاجة هو بيحبها. طبعا انتوا عارفين احنا في برنامج فكرة، وزي ما انا قلت لكم فكرة النهاردة مستقبل بكرة. مش عايزة بقى اطول كتير كده في المقدمة، عشان النهاردة معانا فقرات مختلفة وحاجات جميلة جدا، عايزاكم بقى ايه كده تستمتعوا معانا كده. هنبتدي بقى باول حاجة كده الفكهاية بتاعتنا الحلوة. معانا موهبة حلوة قوي وموهبة جميلة، اول مرة اجيبها معايا، هي موهبة الرسم. طبعا انا عايزة اقول لكم ان الرسم ده فن كده، زي ما انا عندي ممكن موهبة الالقاء او ان انا اكون مذيعة، زي ما في حد بيكون عنده شعر، عندنا كده موهوباية حلوة كده صغنطوطة على قدنا. بس هخليها هي تعرفكم بنفسها. اتفضلي يا منى. انا اسمي منى مصطفى. لا علي صوتك. انا اسمي منى مصطفى، عندي 20 سنة، بدرس في كلية دراسات، وبحب الرسم وانا موهوبة وانا صغيرة وبرسم من زمان. طيب قولي لي بقى، انت اكتشفتي موضوع ان انت بتحبي الرسم ده من امتى؟ من وانت عندك كام سنه؟ وانا صغيره يعني صغيره خالص، كنت باين لسه ما دخلتش المدرسه، وانا يعني برسم من زمان، بس بطور يعني كل فتره بطور رسوماتي. اتعلمتي في مكان ولا انت اللي علمتي نفسك؟ لا انا علمت نفسي وانا برسم من زمان. ايه ده ما شاء الله، ده انت، انا شفت يا جماعه على فكره رسمها جميل جدا، يعني انا تخيلت ان انت مثلا رحتي ورشه اتدربتي مع لا حد. لا لا ما طيب مين اكتر حد كان بيشجعك في البيت؟ عايز اقولك بابا وماما، يعني هما الاثنين اكتر ناس بيشجعوني، يعني بابا بيشجعني وماما برضو، وصحابي يعني صحابي بيشجعوني واخواتي وكلهم. يعني مفيش حد عمره كده احبطك وقالك رسمك وحش مش هتنفعي؟ لا بس ومش كتير، في بس مش كتير يعني، بس انا لا ما بسمعش كلام حد. تسمعيش كلام حد؟ قولي لي انت يعني ناويه تكملي بعد كده في المجال ده؟ يعني كل فتره بحاول اطور من نفسي اكتر، وان شاء الله خير. طب ناويه تعملي ايه في حياتك قدام، او عايزه يعني تكوني ايه؟ عايزه اكون حد مشهور، وعايزه ان انا اسافر الامارات. ايه ده ما شاء الله، طب اشمعنى الامارات بقى؟ لا انا بحب الامارات من وانا صغيره، وده حلم يعني، ده حلم ان انا اسافر الامارات، وان انا اسافر يعني بس الامارات، العالم برضو، بس اهم حاجه الامارات يعني، الامارات الاول يعني، نفسي تجيلي فرصه في الامارات وان انا يعني اسافر. خلاص يا منى بقى، انت تعملي نداء من الشاشه دي للجمهور. يا جماعه اللي يعرف يسفرها الامارات والنبي. مين قدوتك يا منى؟ بابا. ايوه يعني، بس مفيش حد تاني؟ لا طب ماشي، بابا ده يعني، اصل هقول لك حاجه، هو كل واحده فينا في الطبيعي قدوتها طبعا والدها، دي حاجه كل فتاه مغرمه بقى بيها زي ما بيقولوا، بس مين قدوتك اقصد في مجال الرسم نفسه؟ لا هو انا استاذي استاذ حسين ابو زيد، كان دايما بيدربني وانا في الثانويه، طبعا انا بجر تحيه، وبس هو ده يعني كان بيعلمني زمان. بصي يا منى، انا عايزه اسالك على حاجه يعني ما سالتهاش لحد عنده موهبه قبل كده، بس اللي اعرفه ان دايما اللي عنده حاجه زي الرسم وزي يعني حاجات معينه كده بيطلع زهقه فيها وهو متضايق، صح؟ يعني يعني انت بتكوني متضايقه بتقعدي على يعني طول الرسم الرسم؟ طبعا بيطلع كل طاقتك، وكل مثلا عندك طاقه مثلا انت متضايقه او كده، لا انت بتطلع كل طاقتك الايجابيه السلبيه، و ما بتحتاجيش مودك تحكي لحد، بتروحي تحكي للرسم على يعني طول. بترسمي على طول. طيب احكي لنا بقى عن موقف كده حصل لك في موضوع الرسم ده، غير زي ما انا بقول لك طبعا حد ممكن يكون يعني بيحبطك او بيضايقك. طب موقف ايجابي ولا سلبي؟ الاثنين ده يعني تبقى كويس، حاجه كويسه قوي يعني بتعرفيها للجمهور. لا ما فيش مواقف يعني، عادي عادي. طيب لا ما فيش مواقف عادي. لا طيب اصلا انا برسم في البيت يعني، ما برسمش بره، ما بروحش معارض انت او ليه اي ما جبتيش حاجه. رسوماتك؟ على فكره انت جبتيها بره بس قلتي لي ما جبتش الملونه. ما انا ما يا عرفتش جماعه يعني، انا مش ما عارفه، عايزه رسوماتها. ايوه هي رسوماتك اهي بتتعرض، جميله قوي يا منى. على فكره هي ليها رسومات تانية كانت معاها جابتها بره وسابتها، ما اعرفش ايه السبب يعني. رسمك جميل بصراحه يا منى، ميرسي يا ماما، جميل جميل ميرسي. يعني. طيب عايزاكي بقى ايه، تحبي تقولي ايه كده للناس وللجمهور؟ لا انا عايزه اشكر بابا طبعا، عايزه اشكر بابا، وعايزه اشكر ماما على دعمهم ليا، وعايزه اشكر كل اصحابي، وعايزه اشكر اخواتي، وعايزه اشكر اسراء صاحبتي البيست فريند،
طب دي تشكري على ايه؟ لا بتقعد جنبك وانت بترسم. لا بتساعدني كتير، هي برضه بترسم وبتعمل لوح وكده بتساعدني. بقى ده انتوا مشتركين بقى في موضوع الرسم ده، عشان كده بصي هو احسن حاجه فعلا ان يبقى ليكي صديق كده زي دماغك بالظبط. ربنا يا رب يخليها لك، وربنا يا رب يخلي لك ماما وبابا. وفي الطبيعي طبعا ان انا نفسي يعني انا برضو عشان انت قلتي مامتك وباباكي دي، فانا بوجه الشكر برضو لماما وبابا والله. ربنا يا رب يخليهم لنا كلنا يا رب. ومتشكره ليكي يا منى، مع ان انت يعني بتتكلمي عشان بس مكسوفه واول مره وكده، بس هي وعدتني ان هي تيجي معانا كتير جدا. المره الجايه هتجيبي رسوماتك، وهناخد فاصل ومعانا بقى الفقره الثانيه، استنونا.